البنات هي الحلوة ديالنا شحال زوينة بحلاوة. شوفوا البنات ما شاء الله، شوفوا كي دايره، شوفوا شوفوا كلها زوينة. شوفوا ما حمرتهاش بزاف، بغيت نخليها بهذا اللون. هانتوما تشوفوا، ولا بغيتوا تحمروها تحمروها. مانا هانتوما تشوفوا، وماشي غير هادي، كاين تبسي هكا وكاين تبسي قد هكا، كلينا البارح فهاديك الصينية. شتو ما شاء الله شي حاجه تغزاله زوينه. يلا ولا بغيتو تصومو ديروا هاد بحلاوه، تبعوا الطريقه اللي وريت لكم، ما تبدلوش. ديروا السكر في اللوز لداخل، شويه السكر، ولا ما درتوهاش غير فرزت لكم. انا عندي انا عندي الدبلوم بحلاوه، راك 30 عام انا كنديروها انا وصاحبتي. ولا ما درتوهاش بحال هادي ديالي، راه فوالا اللي قد يديرها راه تجي زوينة. هزاتني كيلونس، كنت درت كيلو 600 ساعة كيلونس اللي داتني دلوز هاديك السينية كلها. بغيتو تحمروها أكثر من هادشي حمروها. أنا عندي واحد الفوقي فحمر بزاف، واحد لا قلت ما عليهاش، أنا بغيت نخليها هكا ما كاين مشكل. هانتوما تشوفوا، يلا خصكم تدخلوا كلشي بلي لايك، يلا خصكم تدخلوا كلشي بلي لايك باش ندير لكم شي حاجة مازال أحسن عاد ياك. هانتوما كتشوفوا، شتو ما شاء الله. ولا سولتوني على هاد الطباسله البنات، راه هاد الطباسل دايرين بحال البديع بحال بطاستي فيه، راه سي حاجه زوينه كيجيبها واحد المنتله جولي زوينين ديال الصهد، ديال يعني ديروا فيها الحاجه السخونه والحاجه بارده. ها هي الاخرى، صافي انا نخرج لي هذيك اللي انا. يلا البنات ما تكثروا لي لايك، كثروا لي لايك، عافاكم ميرسي، الله يحفظكم. شوف شحال زوينه، انا غادي نهرس معكم وحده وتشوفوا نتوما، شوفوا شحال زوينه. نهرس لكم هذه المثلثه، شوفوا شحال زوينه البنات ما شاء الله. شفتوا شفتوا كي دايره، فوالا مسامحه زوينه. يلا يا البنات كي دايرين، لاباس صحيحه نتوما هانيين كي دايرين مع الصحه. البنات انا درت هنا كيلو و600 ديال اللوز، ابغي درت غير كيلو 500، وريت لكم لاباغي هادي اللي كطحن كنطحن فيها اللوز ديال البحلاوه، كيجي بحال امتي بو غابي، كيجي زوين البنات. فوالا دابا غادي نطحنو في هادي. ويا البنات داك اللوز غادي نطحنو في هذا، كيجي شويه غابي فهاد لاباغي. دابا كنطحن فيها البنات غير اللوز ديال البحلاوه بروبري، لوز بحلاوه. ولا بغيت ندير شي حاجه باللوز هكا كيكون شويه هكا مداير، كيكون شويه هكا مسط، كيكون كله كيف كيف، وكيجي فيها شي شويه بحال غابي ياك. فوالا داكشي اللي كاين البنات، انتما كي دايرين هو دخلوا تفرجوا بحلاوه اللي هي بحلاوه. راه دابا انتما شتو غابي، شتو كي داير بحال غابي، شويه غابي شويه عادي. فوالا صافي البنات انا كملت كلشي، وخليت داك اللوز اللي غادي نزوق منه من الفوق. البنات هذا هو البوغ باش ختمت، درت البنات نص كيلو شي حاجه اللي هزتني هاد هاد البحلاوه، لان كبيره في كنت درت كيلو 600 من بعد حيت. ولا البنات هذا هو اللوز ديال البحلاوه، ها هو كيف طحنتو. البنات سمعوا ليا مزيان، غادي تحطوا 200 غرام ديال السكر و50، غتحطوا معلقه ديال القرفه، غتحطوا نص الكاس ديال سميتو ديال ما زهر، غتحطوا نص الكاس ديال الزبده، وغادي تعدلوها بحال اللي كتصوبوا كسكسو، ماشي غادي ديروها لاباط بحال كعب الغزال، ماشي غتخليوها هكاك غبره، راه ما غاديش تشد لكم بحلاوه. دونك غتخدموها تلقاوها تتجمع بيدكم، ولكن ماشي كتجمع كتكور لا، غير كتجمع و يعني تعرفوا بان لاباط فازقه، فازقه شويه وكتجمع. صافي داكشي اللي كاين، وغتوقفوا تما ياك. انا معكم، الله بالصحه والسلامه لجميع المسلمين. نتوما هانيين صحيحه كلشي لاباس. انا جيت البنات باش ندير معكم البحلاوه، ها هي راه بديت هادشي كاع اللي بديت راه صورتو لكم. دابا ان شاء الله غادي نديرها معكم ديريكت، البحلاوه اللي هي حسينيه وصحيحيه، ماشي غير كرس الورقه وحط راه هادي غادي تخرج بحلاوه.
هذيك الورقه اللي كنديروا في اليد ديال البنات راه كترطب، الطرق هما اللي عارفين ليها بزاف ياك. انا البنات عندي جوج ديال الباكيت ديال الورقه، يمكن غندير واحد ونص، ودرت هنا كيلو ونص ديال اللوز وعدلت راه قلتها لكم، والصينيه كبيره يلا كتدخلي الفوق وكتشد، وهذه كتاخذ لي كيلو ونص ديال اللوز، وانا درت هنا كل كيلو سيسو لان حيت هذاك الشيء اللي غنزوق به. وكاين هنا نص لتر ديال الزبده وانتم تشوفوها، حيت منها غير ما درت في هاد الحشوه هادي، هذه قلت لكم درت فيها القرفه والزبده، القرفه والزبده والماء زهر ولا داكشي اللي كاين، والسكر 220 سكر. دابا البنات غنبدا معاكم، ولكن ما تقدوش تشوفوا بجوج، لو غادي نكون بعيد بعيد التليفون ما نعرف. انا حليتها هذه الطريه، كانت عندي وحده البنات مشيت جبت هذه الطريه، انا غادي نحطها هنايا اخوتي، وغنبقى ناخذ وحده بوحده ولا طويهم طويهم وحوزوهم هكا، خذوا النص بحال هكا النص وغطيو النص ياك. بسم الله البنات غادي نبداو بالزبده، واخا يكون فيها هذاك البيض ما عليهاش لان هذه كطيب ياك. انا صفيتها كوميم، بغيتو تخليوه خليوه، بغيتو تصفيه صفيه، ما كاين حتى مشكل. هاد الصينيه كتاخذ بزاف البنات، عندي الصينيه صغيره ديال كيلو، عندي هذه ديال كيلو ونص، وعندي ديال نص كيلو، بغيت ندير شويه خير ربي باش ان شاء الله ان شاء الله نسيبتها لبنتي شويه، والهادو ديال هنايا ومهما كبيره البنات غنحطو فيها وحده، غنطويها على جوج كل خطره كنديو ليه وكاين اللي بغى زعما سميتو لاباط. فوالا بحال دابا هادي نحطها من هنا ونحط معاها هذيك الاخرى، هذيك الاخرى غنقسمها على ثلاثه، ابغي هاد ثلاث الخطرات ما غاديش ندير الورقه من ديك الجهه ياك. تتفاصل هذه ديال التحتانيه، دابا هذه ديال البنات غادي نقسمها ونقسمها ونقسمها حتى تعاود هذه الجهه هذه، وشحال ما شحال ما طويتها غندير داك الساعه الورقه من هذه الجهه وصافي، بلا ما نقطعها بلا والو بحال هكا ياك. هانتوما ايوا البنات، ايوا كتوجدوا شويه رمضان ولا يلا واجدوا مع راسكم، داك الساعه الانسان يصلي شويه يحدد شويه فوالا، وجدوا دابا داك الساعه ما غاديش لي عنده الدراري راه ماشي ساهل الحال، ولا كان خدام ولا كان احسن يوجد. دابا هنايا البنات راه كاين هنا ثلاث الورقات، دابا هذه البنات غنحطها غير نحط دابا معاها جوج ديال الورقات اخرين، وعاد ديك الساعه نحتم ليها عاوتاني هاد الورقه، خصكم تكيسوا معاها راه الورقه هادي راه ملي كنا كنخدموا مع بها انا وصاحبتي وبلادي فريده، كانت البنات البحلاوه حتى واحد مازال كان كيعرفها، ولاتها لينا واحد المراه ماشي تونسيه سوريه مرة. انا كاع ما ولاها لي حتى شي حد غير شفتها، انا شفتها وصافي شفتها مع صاحبتي صافي، داكشي ديالنا كنديرو اونصومبل، انا غير قالت ليها كيفاش كيفاش درتها راسي، داك الساعه ما كان لا تلفزيون لا اليوتيوب لا هذيك لا هذيك، كانت كاع تايس اكزيست في المغرب مازال. تخليو غير 3 4 لان كتنشف، فوالا البنات راه بغيت نحيد واحد القرايط من هادوك جوج، لو كان لقيت غادي نجمعهم، ولكن مازال ما عرفتش شكون اللي غيصوبهم ليا، لان ديك الاخرى والو ما فيهاش ناس بزاف، خلي غير المنضفة غير تطوى اذا بينا نبقى لي عدلهم ليا.
غتمشيو مع البنات كلشي تديروا نص ديال الورقه، غتعرفوا بان درتوا النص الكبير ديال الورقه. دابا هادي غتاخذ الباكي ديال الورقه مانكار، وغادي نزيد من الباكيه الاخرى لان الصينيه كبيره اللي كتاخذ غير بحال هذا الشيء ما عليهاش هذيك. واخا دهنوها مزيان البنات فوالا، ودابا ابغي غنزيد منها من هاد الجهه هكا. دابا غنمشيو معاها ان شاء الله حتى نكملو لمواتي وغنقولكم كي شحال. البنات انا كملت النص، راه بقاتلي شويه من هاد الورقه غير شي شويه، يعني درت الباكيه قل شي حاجه، بقاوني فيها هنايا واحد خمسة ديال الورقات ولا شنو. انا هاد الورقه ديال فرنسا ماشي بحال ديال المغرب، شويه صغيره وفيها بزاف ياك. دابا البنات انا غنهز هاد اللوز وغادي نكبو، راه يكون بحال كسكسو ما يكونش البنات يعني بحال لاباط، لا داك الساعه غادي ما يكونش زوين. غتجي البنات غليظه غتجي زوينه. وإلا بغا عندكم لاطا بحال هادي وبغيتو البحلاوة دقيقة 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 دقيقة، ديرو كيلو 400 هكاك وحيد باش تحيدو منها الديكوراسيون. دابا غنمشيو معاها كنسرحو هادي، خصنا نواطيوها مليح. البنات انا غنقص شويه اللوز يمكن غندير به حاجه اخرى، عجاني كثير ست صافي. نقص لي واحد 200 غرام، ميم با 150 غرام. خصكم يجيو كيف كيف، يجيش للجهه طلع الجهه هابطه. هادي راه قويه نشوفها، وغتبدا تسرحوه صوبوا بيدكم. ولا بان لكم شي المكان خاوي شويه تجرو عندو اللوز. تجي هايله البنات هايله، زوينه بزاف كتجي. زعما البحلاوه ديالي زعما كتجي زوينه بزاف 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 بزاف. هادشي زوين نقصت منها باش ما تجيش اللوضه بزاف. دابا غنحطو عليه الورقه صافي بحال هكا. ودابا هانتوما تشوفوا، ودابا غنحط عليها الورق ورقة.
غادي نديرو عاوتاني نكملو لهادي وغنزيدو ابروبري على النص الاخرى لان البحلاوه كبيره ياك. والزبد العسل البنات غتاخدني لترو على نص لترو ربع. الاول دابا غنطويها على جوج هادي ودابا غادي نمشي عليها البنات هكا حتى نعمر الصينيه وغادي نقطعها معاكم. ياك انا زيت جوج اللي كيبقى لكم شو مغصو على الجناب طويو تو لا لا برا لا فان كاع طويو لداخل. هاد الزبده وقيله تجيني هي هاديك ولا غادي تخص مازال. صافي انا غادي نكمل هكا حتى نبدأ نقطعها وغادي ندير معها معاكم عاود. البنات دابا غادي نقطعوها بغيتو تعبروها بشي مسطره هكا وتقطعوها ولا كديوني نيشان انا غير كنقطع البنات. يمكن غادي نكبرها شويه هادي يمكن غادي ولا غادي تشرطو بحال هكا. لا تبقى ديو يدكم هكا ولا ديت. انا كنقول لكم صراحه انا ولا ديت اليد عاد نعوجها انا غير كنقطع. دابا راه غير كنسطر غتقطعو على الجهة اللي كتصوب ليكم ياك. من بعد غتبقى دورو الصينية معاكم. انا بدات نقول لكم صراحه انا غير كنقطع ما كنعبرش بحال دابا هكا وندور السينيه بحال هكا. هاد الخطره ديالها شويه كبيره ولا بغيتو تصغروها تصغروها بغيتو تكبروها تكبروها ما صوتهاش مزيان. نمشي معاها هكا حتى نكملو هاد السطر الاول وداك الساعة غنقطعوها بجهة اخرى.
الناس انا دابا غادي نبدا معاها هكا ميلا. هاد الخطره غنديرها درسها كبيره البنات، ما حد كتميلوها ولا بغيتو تشدوها باللوز تشدوها باللوز ياك. يمكن غادي ندققها شويه لان غادي تجيني كبيره. ما تقدر تقدو ديروها صغيره لان الا كبرتوها بحال هكا راه ما غاديش تقد ليكم. اللي خدا واحد الله يجعل بركه. هانتوما دابا كتشوفوا اللي خدا واحد الله يجعل بركه. وقت معكم بالعاني باش نسيي نقطع لكم، انا كنقطعها جالسه نسيي ندير نقطعها من هنا. كتاخدو اللوزة ديروها بالميلة هكا على حسب كيف قطعتو بحلاوة. بغيتو ديروها مربعة ديروها، بغيتو تميلوها غير شي شوية تميلوها غير شي شوية كي بغيتو. أنا رققتها البنات لأن عرضتها، يعني عرضتها هكا. ولا بغيتو تحطو اللوزة قبل تقطعو هكا تحطو باش يعني الورقة ما تتحركش ليكم. بغيتو تقطعوها من هنا تقدو تقطعوها، ما بغيتوش خليوها هكاك كي بغيتو. وإلا كانت المناسبة تحرفوها من هنا ومن هنا، وإلا كانت غير راسكم غير خليوها. أنا دخلت فيها نص كيلو، دخلت فيها 600 غرام على 700 غرام ديال الزبده اللي دخلت فيها. ماشي الزبده مارغارين، لا الزبده نيشان. انا جلست دابا ولا بغيتو تجي ليكم اوزونج وتكون طوي، ولا خصكم ديروا هادو عراض وتنقصوها من هنا. ولا بغيتو تجي ليكم اوزونج شويه غير شي شويه نقصوا هادو، نقصوا هادو وديروا هادو عادي. فوالا البنات راه ما كنعرفش نخدم اللي قالت كاع وجد هاد اللوز، خصني اليد ديالي باش البنات غادي نطفي وغادي نرجع معاكم لين نقرب نكمل، لان غادي ابري ديك الساعه غيجي الفيديو كبير. ايوا البنات قربت نكملها، هانتوما تشوفوا راه بقاتني واحد لوكوه من هنا. ندير لها شويه الزبده. هاد الورقه البنات كتنشف شويه، انا الورقه حتى هي فيها اللي كتنشف فيها اللي كتكون تديبو. انا مش حديت لها الزبده
صافي هما تحطوا اللوز قبل تقطعوا سطير هكا سطير، يعني الفيله هما تقطعوا ديروا اللوز كي بغيتو نتوما ولا كنتو كي بغيتو. دابا غنكمل معكم هادي، غنمشي نشعل الفوغ على 180، غنديرو فونتيلاتو في الفرفارة فوالا تطيب على خاطرها. خص يكون الماس كيقطعو مزيان باش ميخسروها ليكم شي. درت البنات الورقة اللي كانت عندي شحال هادي غلطت فيها فوق وجاتني شوية. واخا تلونوها واخا عليهاش قطعوا جهة اخرى، راه ملي غتقطعوها كل وحدة بوحدها تجي زوينة ياك، تجي زوينة. انا ها كيف كاع سطرتها ما والو، لكن نخدم بها يعني هكا دايره يعني ملي ما قطعت هو هذاك صافي. هادوك لي مورسو اللي كيبقاو من هنا وهنا بقى ليكم اللوز ديرو، ما بقاش ليكم اللوز بلاش. هادوك لي تيبو اللي كيبقاو من هنا ومن هنا ياك شتو انتما راه كيطيب. درت له شويه ديال الفونتيلاتور وما درتلوش بلا الفونتيلاتور ونقصت له باش يطيب غير بشويه شتو زوين شي. ولا البنات دابا هي خرجت البحلاوه سخونه والعسل بارد، راه جريت زربت لكم البنات، راه ما نقدش نخلي لان كبير الفيديو، وغادي ندير ليها لترو و 300 على ليترونس اللي غندير ليها ديال، لان كاش كيلو ديال اللوز على ليترونس خليت منه شويه من واحد القرعه. العسل كتكون هكا ماشي بارده، الله يا ربي كتكون بارده ما غاديش تسخنوها، وبحلاوه كتكون سخونه. وملي غتحطوا عليها هاد العسل هادي ما تشيوهاش حتى الغدا الصباح ولا حتى العشيه، تبات فيها العسل هكاك حتى تشرب كاع تيبس داك البحلاوه، عاده تبداو تقطعوها ياك. وجات هائلة البنات، والله إلا هائلة هائلة هائلة، نقول لكم الصراحة جات زوينة. أنا بغيت نلونها بهاد اللون حيت عندي واحد الفوق كيدير هاد اللون، واحد الفوق كيحمر، ودي قلت أنا خليها غير على هاد اللون فوالا. خليتها شوية كلامي زوينة، جات زوينة 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 زوينة. فوالا البنات صافي غادي نعمرها بالعسل كلها شوية بشوية 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 بشوية، كل حاجة كلشي كياخد حقه ديال العسل. صافي ملي غتشربوها خطرة داكشي العسل اللي عندكم باش ديروه ديروه خطره، وما تعاودوش عاد ديروه حتى يصبح الحال تعاودوا ليها شنو خليت ليها. وعاد هذاك زدت ليها واحد شويه عاد سخنتها شنو خليت، هذاك الشيء اللي في القرعه اللي خليت. صافي ها هي اللي قلت يعني على ليترونس، لان كل كيلو نص كيلو د اللوز يدي نص القرعه نص لتر. ها هي البنات البحلاوه ما شاء الله عليها جات هائله هائله هائله، كديروها انتم شوفوا البنات بحلاوه ما شاء الله. وماشي هادي كاع اللي خرجتني، عاد حيدت منها الطبسي، عاد جا ولدي البارح، جا ولدي البارح قطعنا منها الطبسي كلي كليناها. شتو يا ما شاء الله كي جات زوينه شتو. اللي بغى يدوز رمضان زوينه يدير هاد البحلاوه هادي، كتشد على القلب وما كدا، ولا كليتي غير وحده ما تجي لك كاع الجوع نهار كله، ان كلشي فيها شتو ما شاء الله حاجة زوينة.